كما كتشوفوا حنا الان كنتواجدوا في يعني في النهار الثاني ديال المهرجان، وهاد الدوره هادي راه يعني دوره استثنائيه تحتفي بالشباب الحامل مشعل في القناوي، وكذلك قدرنا على اننا نستقطبوا عده معلمين من العيار الثقيل من جل مدن المملكه. وكما كتعرفوا يعني المغرب الحمد لله التقناويت كتختلف ما بين المدينه، وهذا هو المتميز يعني في الفن القناوي. ومن هذا المنبر هذا كنبغي نوجه الشكر لوزاره الثقافه على الدعم ديالها للمهرجان، وكذلك جماعه الدار البيضاء وكازا ايفنت، وكذلك ما نساو السيد عامل عماله مقاطعه اونف على الدعم ديالو لهذا المهرجان هذا في النسخه ديالو 12، اللي هي نسخه 12 واهداء الى روح محمد العوينه مؤسس يعني مهرجان نجوم قنوات الدولي. وما نساوش الشريك الاساسي اللي معنا اللي هي الجامعه الوطنيه للحفاظ على التراث القناوي. وكما كتشوفوا الجمهور راه مستمتع معنا الليله الثانيه هذه، وان شاء الله غدا غادي يكون الحفل الاختتام، وغادي يكونوا حاضرين معنا يعني يكون حاضر معنا السي الناصري ونائب العمده. المميز في هذه الدوره هو اننا هذا العام قدرنا على اننا نخدموا بالتقناويت بلديات الاصل، وهذا طلب يعني من الجمهور. وشحال من واحد يعني سولت يقول واش هذا العام كاينه لافيزيون، هذا العام ما كايناش لافيزيون، كاينه التقناويت بلديه اصيله، وهذا راه نعاود نقولها مره اخرى، هذا طلب من الجمهور البيضاوي. تنبغي نقول الجمهور مرحبا به، ومرحبا بالناس ديال الدار البيضاء وخارج الدار البيضاء، وراهم معنا ويجيو ويحضروا معنا غدا الحفل الاختتام، غيكونوا فيه معلمين يعني حتاني في المستوى، ومرحبا بالجميع. اليوم ان شاء الله احنا في هذه الدوره هذه ديال هذا العام الدوره 12، نتمنوا الله يدوز كل شيء بخير وعلى خير. هذا هو العام الثالث ليا او الرابع في هذا المهرجان، والمهرجان زوين والله العظيم، لا انا ولا المجموعه كنا فرحانين ندوزوا الساعه بخير وعلى خير. شكرا لكم ولجميع الناس اللي كاينين والناس اللي منظمين هذا المهرجان واللي سهرانين عليه. الجمهور تبارك الله ما عندي ما يتسال، والله العظيم بالله لا انا ولا الاعضاء ديال المجموعه كلهم تبارك الله كيتجاوبوا معنا الناس صراحه. جاكم ناس كازا، وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.